السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم الطالبة لينا أمجد من دفعة أيورطا، كلية الطب البشري، جامعة البقاء التطبيقية. رح أكون معكم اليوم إن شاء الله في شرح للكونكتيف تيشو. قبل ما نحكي عن الكونكتيف تيشو، خلونا نرجع على الليفل أوف أورجنايزيشن. إحنا بالأصل كنا عبارة عن مادة كيميائية عملت لي الدي إن إيه. هلأ وجود الدي إن إيه يعني وجود الخلية، اتصال الخلايا مع بعضها كون لي النسيج. مجموعة الأنسجة عملت للعضو، مجموعة الأعضاء كونت جهاز، ومجموعة الأجهزة كونت جسم إنسان متكامل. في عنا 4 أنواع مختلفة للأنسجة: كونكتيف تيشو النسيج الضام، إبيثيليال تيشو النسيج الطلائي، ماسل تيشو النسيج العضلي، نيرفس تيشو النسيج العصبي. من أكثر الأشياء اللي بتساعدنا في الدراسة هي إنه نعمل مقارنة ما بين الإشي اللي أخذناه والإشي اللي حناخده. في هاي الجزئية تحديداً رح نعمل مقارنة ما بين الإبيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو. بحكي لنا بالبداية إنه cells rarely touch due to extra cellular matrix، اللي هي عبارة عن fibers و ground substances secreted by the cell. الخلايا في الكونكتيف تيشو تفرز مادة اسمها extra cellular matrix، عشان هيك الخلايا نادراً ما يكون في بينها اتصال مباشر بينها وبين بعض، بينما في الإبيثيليال بكون في اتصال مباشر بين الخلايا عن طريق السيل جانكشن، زي مثلا جاب جانكشن، ادهيرن جانكشن، ديسموسومز. لو طلعنا مثلا على صورة رح نلاقي انه فعليا بتكون هون الخلايا زي كأنها مبعثرة ما بين الفايبرز، بينما هون تكون الخلايا closely packed together وبكون في بينها connection. تمام؟ نكمل. هلأ هاي الماتريكس عبارة عن fibers و ground substances. ال ground substances ال consistency تبعت ال ground substances إذا كانت liquid أو gel أو solid هي اللي بتعطيني variation لأنواع ال connective tissue، هي اللي بتعطيني أنواع مختلفة من ال connective tissue. بعدين بحكي لنا إنه ال connective tissue doesn't occur in free surface، يعني أنا مستحيل ألاقي أول طبقة عندي connective tissue، دائما بكون في عندي epithelial وتحته connective tissue. good nerve and blood supply except cartilage and tendons، يعني هو vascular ما عدا الأوتار والغضاريف. هلأ هاي نوتس حكاها الدكتور خلال المحاضرة، بحكي لنا إنه ال connective tissue عنده خلية حواليها ماتريكس، هاي الماتريكس فيها فايبرز، بكون في connected together عن طريق هاي الماتريكس، والماتريكس ممكن تكون liquid أو gel أو solid. هلأ نيجي نقارن ما بين الإبيثيليال والconnective. هلأ في زي كلمات مفتاحية بتدلني على الإبيثيليال تيشو. الإبيثيليال تيشو بيعمل لي lining للكافيتي والسيرفيس تبعت الأورجنز والبلاد فيزلز throughout the animal body، بينما الconnective تيشو ثلاث كلمات مفتاحية: support، connect، separate. لشو؟ The different types of tissues and organs in the body. في الإبيثيليال the cells are closely packed together، بكونوا زي كأنهم مرتبين، بينما في ال connective tissue بتكون الخلايا مبعثرة ما بين الفايبرز throughout. cells are scattered throughout an extracellular matrix. في البشرة رح ألاقي الإبيثيليال tissue above the basement membrane، فوق البيزمنت membrane، بينما ال connective tissue تحت البيزمنت ممبرين. نرجع على صورة بتمثل أو بتوضح البشرة. هاي الصورة بتوضح البشرة، شايفين هذا الخط البنفسجي الغامق؟ هذا هو البيزمنت ممبرين، فوق حلاقي epithelial tissue، تحت في هاي المنطقة رح ألاقي connective tissue. تمام؟ نرجع. developed from اكتوديرم، اندوديرم، ميزوديرم. شو هدول؟ هدول اللي 3 layers اللي بغطوا الامبريو، اللي بغطوا الجنين. فهو الابيثيليال تيشو تطور من هدول الثلاث طبقات، بينما الكونكتيف تيشو تطور من الميزوديرم. الابيثيليال serves as a barrier for or over microorganisms and dehydration while secreting and excreting and absorbing substances. إيش يعني؟ يعني هو بيشتغل as a barrier، كحاجز للمايكروأورجانيزمز اللي هي تعتبر foreign substances ما بصير تفوت على جسمي، أو للdehydration حتى يمنع الجفاف، لأنه هو أصلاً موجود على الفري سيرفس، يعني موجود على السطح، خصوصاً في البشرة الإبيثيليال.
تمام؟ خلال عمليات السكريتنج الإفراز، الإكسكريتنج الإخراج، absorbing substances امتصاص المواد، بينما الكونكتيف بيعمل support وكونكت للأورغانز والتيشوز. الإبيثيليال avascular no blood capillaries are found، بينما الكونكتيف encompassed of blood capillaries which absorb nutrients. فيات blood capillaries هي اللي بتمتص النيوترينز. هلا عادة الكونكتيف هو اللي بوفر النيوتريشن للإبيثيليال. وين رح ألاقي الإبيثيليال؟ رح ألاقيه في السكن، في الجلانس، في البشرة، في الغدد، في الأورغانز. رح نحكي هلا أورغانز زي مثلا الكيدني، الكلية، اللنكس، الرئتين، ميوكس ممبرين، الغشاء المخاطي، وبس هم هدول. تمام. هلا بالنسبة للكونكتيف رح ألاقيه في الأديبوس اللي هي طبقة الدهون اللي بتكون تحت الجلد، البون، العظام، الليجمنتس، الأربطة، التندونز، الأوتار، النيرفز، الأعصاب والكارتلج، الغضاريف والمسلز، العضلات. هاي الصورة بتوضح مختلف أنواع من الكونكتيف تيشو، وهاي الصورة للإبيثيليال تيشو حتى نعمل مقارنة بأشكالهم تحت الميكروسكوب. هلأ رح نحكي عن الكلاسيفيكيشن أكتر، بس لازم نكون عارفين إنه إحنا في هذا الفيديو تحديداً رح نركز على الكونكتيف تيشو البروبر تحديداً. في specialized connective tissue اللي هو البون، الكارتليج، البلد، الليمف، في إلهم فيديوز لحال. تمام؟ هلأ أذكركم بأنواع أو تصنيفات الإبيثيليال. الإبيثيليال كان يتصنف إذا كان طبقة واحدة نحكي له سيمبل، سكواما سيمبل، كيوبيدال سيمبل، كولومينر، وإذا كان طبقتين بحكي له سترافورد، وحسب شكله بيتصنف لا سكوامس إذا كان مسطح، كيوبيدال إذا كان كروي، كولومينال إذا كان عامودي. بحكي له بوستيو سترافورد إذا كان هو فعليا طبقة واحدة ولكن عامل حاله طبقتين. يعني هون في عندي طبقة واحدة ولكن ممكن يبين تحت المجهر إنه هو طبقتين. تمام؟ هلأ في عندي أنواع للخلايا موجودة جوا الكونكتيف تيشو: بلاست سيل، سايت، مايكروفاجز، بلازما سيل، ماست سيل، أديبوسايتس. هلأ كيف تصنيفاتهم رح أصنفهم؟ لا، هذه هيماتوبويتك أوريجين رح نحكي عنهم، إيش هم الهيماتوبويتك سيلز، وخلايا عادية بلاست وسايت وأديبوسايت. هلأ البلاست عندها القدرة، هاي الخلايا عندها القدرة على إنها تنقسم وتنتج الماتريكس زي فايبروبلاست، كوندروبلاست، أوستيوبلاست. الفايبروبلاست هي جنرال، خلية جنرال هيك موجودة في معظم أنواع الكونكتيف تيشو. الكوندروبلاست موجودة تحديدا في الكارتلج، كوندرو ريليتد تو كارتلج، أوستيو ريليتد تو بون، سايت تايب ميتشر سيل تكون شمالها وقفت انقسام وما بتنتج ماتريكس ناني بريديوسنج، زي مثلا كوندروسايت، اوستيوسايت. المايكروفاجز والبلازما سيل والماست سيل هاف هيماتوبويتيك اوريجين. شو يعني؟ يعني هاي الخلايا تحديدا انعملت في الريد بون مارو الموجود اللي هو نخاع العظم الموجود جوا الكور تبعت العظام، وبعدين صارت ديفرنشيتد لاذر تايب. يعني فعليا لو طلعنا هون الماكروفاجز هي بالأصل كانت شو؟ كانت مونوسايت، بعدين هاي المونوسايت صارت ماكروفاجز وصارت موجودة في بعض أنواع الكونكتيف تيشو. بي لمفوسايت صارت ديفرنشيتد للبلازما سيل، والماست سيل برضو انعملت، أتوقع إنها هي ما صارت ديفرنشيتد. تمام؟ هلأ الماكروفاجز إيش وظيفتها؟ انجلف بكتيريا، بتاكل البكتيريا وبتحطمها عن طريق البلعمة، عن طريق الفاجوسايتوسيس. بلازما سيل developed from B lymphocytes produces antibodies، بتعمل لي مضادات حيوية against foreign substances عشان تحارب الأجسام الغريبة اللي فاتت النسيج. Mast cell produce histamine that delayed small blood vessels. هلا كاستجابة للحساسية يتم إفراز الهستامين. الهستامين بوسع الأوعية الدموية الصغيرة، عشان هيك لما حدا ينصاب بالحساسية منطقة الحساسية نفسها بتصير حمراء. والأديبوسايت اللي هي بتكون فات سيل ستور فات، طبعا هي ما عندهاش هيماتوبويتيك أوريجين بس الكلام طلع لفوق. أوكي، هلأ بالنسبة ل
هذا الحكي كله حكيناه، هلأ رح نحكي أكثر عن الفايبروبلاست. الفايبروبلاست مسؤولة عن سكريتينج الكولاجين، بعض الإليمنتس الموجودة في الإكسترا سيلولار ماتريكس في الكونكتيف تيشو. هلأ ما عندها هاي الفيتشرز الواضحة، يعني lack obvious specialized features، ما إلها فيتشرز كتير مميزات. تحت اللايت مايكروسكوب رح ألاقيها نيكد نيوكليوس، إيش يعني؟ يعني ما عليها غلاف نووي، تمام؟ هلأ رح نبدأ في الإمبريونيك كونكتيف تيشو، إيش يعني؟ هلأ في عندي تصنيفين للكونكتيف تيشو، أو الكونكتيف تيشو بينقسم لنوعين، بينقسم للإمبريونيك كونكتيف تيشو وميتشر كونكتيف تيشو. الإمبريونيك كونكتيف تيشو في إله نوعين، ميزنكايم وميوكس، تمام؟ هلأ الميزنكايم هيو هو عبارة عن الريجولر شيب سيلز، خلايا الريجولر، نوع الجراوند سبستانس سيمي فلويد جراوند سبستانس، ونوع الفايبرز اللي فياته ريتيكولر فايبرز، تمام؟ وهذا من أهم أنواع الأنسجة لأنه give rise to other type of connective tissue. هلأ في الجنين موجود ميزينكايمال تيشو، بعدين بس يكبر ويبطل جنين ويصير عادي طفل ينولد، يعني بصير differentiated، أو يكبر وهو جنين بصير differentiated ل other types of connective tissue، بصير مثلا reticular connective tissue، earlier connective tissue، وهكذا. هو عبارة عن small amount of fibers and watery substances. هلأ في 3 layers covering the baby اللي هم ectoderm, mesoderm, endoderm. الطبقة اللي تطور منها هذا النسيج اللي هو الميزنكايم اللي فيات الخلايا الجذعية هي الميزوديرم، من اسمه ميزوديرم ميزنكايم. نيجي هلأ على النوع الثاني اللي هو الميوكس. الميوكس موجود في جيلي لايك جراوند سبستانس، وشكل خلايا شو؟ ستار شيب، ستار شيب سيلز. هلأ نيجي نبدأ نحكي عن، طبعاً الميوكس موجود في الأمبليكال كورد، يعني ما بيعطيني أنواع زي الميزنكايم. الميزنكايم مثلاً give rise to other type، بس الميوكس بس موجود في الأمبليكال كورد، تمام؟ هلأ نبدأ نحكي عن الميتشر كونكتيف تيشو. الميتشر كونكتيف تيشو بينقسم لا بروبر كارتليج بون وبلد، بالإضافة للليمف. هلأ في نوعين للبروبر، لوز كونكتيف تيشو ودنس كونكتيف تيشو. اللوز earlier adipose reticular، الدنس regular دنس regular كونكتيف تيشو، دنس irregular كونكتيف تيشو، elastic كونكتيف تيشو، والكارتليج والبون والبلد في إلهم chapters خاصات فيهم لأنهم أصلا specialized كونكتيف تيشو. هلا بينقسم في تقسيم خاصه للميتشر كونكتيف تيشو اكوردنج لا كونسستنسي لوز ودنس، حسب السايت او حسب الدعامه كارتليج وبون، حسب الفلويد بلد وليمف، تمام. نبدا في اللوز كونكتيف تيشو، في عندنا حكينا ثلاث انواع ايرليير واديبوس وريتيكولر. الايرليير كونكتيف تيشو نوع خلايا فايبروبلاست هيهم، تمام. هي هون في عنا مايكروفيجز. هلأ هاد حكى لنا دكتور وقتها إنه اللي بميزه إنه في شوي من كل إشي، يعني رح نلاقي فيه كل الفايبرز، ورح نلاقي فيه معظم الخلايا، معظم أنواع الخلايا فياتو فايبروبلاست، بلازما سيل، مايكروفيجز، ماست سيل، فيو وايت بلد سيلز، فياتو فايبروبلاست سوري كولاجين فايبرز، إلاستيك فايبرز، ريتيكولار فايبرز. والنوع الجراوند سبستانس هي جيلاتينيوس زي الجيلاتين جراوند سبستانس. هلا وين حلاقيه الايرليير كونكتيف تيشو؟ رح الاقيه في منطقه اسمها لامينا بروبريا، موجوده تحت البيزمنت ممبرين، وبين طبقه الديرمس وبين البيزمنت ممبرين. في إشي اسمه لامينا بروبريا فياتو، نوع النسيج الفياتو earlier connective tissue. في layer اسمها سبي ميوكوسا. هلأ في معظم
الأعضاء اللي حتاخدوها في الأناتومي حيكون في layers بتغطي الأعضاء. من ضمن هاي layers هي السبميوكوسا. السبميوكوسا نوع الكونكتيف تيشو الموجود فيها air layer connective tissue. الميزنتري، الميزنتري هو برضو layer، هي اللي بتخلي ال small intestine وال large intestine يكونوا هيك زي connected together أو firm أو support each other. تمام، موجود وراء الأمعاء الغليظة الميزنتري. نوعه، نوع التشيو الموجود فيه earlier connected tissue. والفاشيا، superficial fascia deep fascia، هدول كلياتهم هتاخدوهم في الأناتومي. layers بتكون إيش تحديدا نوع التشيو الموجود فيها earlier. تمام، هلأ نيجي للأديبوس تيشو. الأديبوس تيشو فيه له نوعين، وايت أديبوس تيشو وبراون أديبوس تيشو. نوع الخلايا الموجودة فيه أديبوسايت، قطرها من 50 لمية 150 مايكرومتر. رح ألاقي النيوكليس على الجهة البرافرال، ليه؟ عشان فيها لارج فات ستورج دروبلت. لو طلعنا هون على الدروبلت اللي فيها الفات، رح نلاقي إنها دروبلت واحدة فيها الدهون، معناته بما انها دروبلت واحده اذا هي يوني اوكيولر. موجوده في الديبر لاير اوف سكن، اورجان بادنج في بتبطن بعض الاورجانز، وكمان موجوده في اليالو مارو. ايش بتعمل؟ بتقلل من الهيت لوس اول شغله، ثاني شغله انرجي ستورج، كونها فات ستورج اذا هي انرجي ستورج، وكمان بتعمل لي بروتكشن. بقدر ألاقيها على الهارت، الكيدني، السمول انتستين. بالنسبة للبراون أديبوس تيشو برضو أديبوسايتس بس سمولر، هون وايت أديبوس تيشو، هون براون أديبوس تيشو. تمام، رح نلاقي ماني فات دروبلت، مو زي هون، هون أكتر من دروبلت، وبلاقي كمان بما أنهم أكتر من دروبلت معناته مالتي أوكيولر، وبلاقي كمان سنترلي لوكيتد نيوكليوس. براون فات اللي هي براون أديبوس تيشو يعني بكون موجود أكتر في الانفنتس، ليه؟ لأنه الانفنتس الرضع بيتحركوا أقل منا، فبيحتاجوا لنسيج يعمل لهم heat generation، كونه البراون أديبوس تيشو responsible for heat generation، فهم بيحتاجوا البراون أديبوس تيشو. عندهم more blood vessels at mitochondria، وهذا الاشي اللي بيعطيهم او اللي بيعطي هذا النسيج اللون اللي براون. نيجي هلا على liposuction or suction laparotomy. تعريفها اللي هي عملية شفط الدهون، تعريفها suctioning removal of subcutaneous fat for body contouring، يعني اني انا اشيل layer of fats الموجودة في subcutaneous، يعني الموجودة تحت الجلد. تمام، الدينجرز تبعت عملية شفط الدهون تتضمن فات امبولاي، انه قطعة من الدهون تسد احدى البلد فازلز، انفكشن عدوى، انجري تو انترنال اورجانز انه الاورجانز نفسها تتضرر، واكسسف بين الم شديد. ريتيكولار كونكتف تيشو هو عبارة عن نتورك اوف فايبرز، تمام، وسيلز produce a framework of organs، بتوفر الدعامة للأورجانز، hold organ together زي مثلا الليفر والسبلين. لو فتحنا النوتس من جوا اللمف نوتس العقد الليمفية رح نلاقي نوع التشيو اللي جواها reticular connective tissue، فبالتالي الفانكشن تبعتها تبعت هذا النسيج supporting structure وfiltration of body lymph. بالإضافة طبعا هو موجود أو بيعمل firm أو خلينا نحكي إنه holding لا liver والسبلين والlymph nodes والبون مارو. تمام، هيا الفانكشن supporting structure filtration of body lymph. هلأ نيجي نحكي عن dense connective tissue. dense connective tissue فياته fibers أكتر من cells. لو طلعنا هون رح نلاقي مثلا إنه في fibers أكتر من الخلايا. اوكي،
هلا ايش هم التايبس اوف دنس كونكتيف تيشو الموجوده عندنا؟ في عندنا دنس ريجولار كونكتيف تيشو، دنس ايريجولار كونكتيف تيشو، والاستيك كونكتيف تيشو. دنس ريجولار كونكتيف تيشو هو عباره عن كولاجين فايبرز بارالل تو ايتش اذر، يعني متوازيين. رح الاقي فياهم فايبروبلاست بين هدول الباندلز اوف باندلز اوف كولاجين فايبرز. في كل انواع الدنس كونكتيف تيشو نوع الخلايا فايبروبلاست، تمام؟ هاي لتسهيل الحفظ. تاني شغله بيحكي لنا انه وايت وين اند ستيند، يعني هاي الصوره هي ستيند تف اند بايبل، قاسيه او قاسي، هذا النسيج قاسي، وبايبل مرن. بيكون لي التندونز والليجمنتس، الاوتار والاربطه. وكمان في له اسم تاني الدنس ريجولر معروف ب fibrous connective tissue. هلا بالنسبه للدنس الريجولر تيشو برضه كولاجين فايبرز وبرضه فايبروبلاست، بس لو لاحظنا هون رح نلاقي انه الكولاجين فايبرز ايش مالهم؟ interwoven irregularly arranged، عشان هيك اسمه irregular tissue. resist بيقدر انه يعمل لي resist للتنشن of any direction، يعني بقاوم التنشن العالي. very tough tissue موجود وين؟ في ال white eyeball، الجزء الابيض من عيوننا، هو عبارة عن dense irregular tissue. والdermis of skin هاي المنطقة اللي هي طبقة الأدمة في الجلد. Elastic connective tissue هو عبارة عن elastic fibers وإيش؟ fibroblast، نوع خلايا fibroblast. بيقدر إنه يعمل stretching ويرجع لحجمه الأصلي. هذا أكثر مميز من مميزات الelastic connective tissue، عنده مميزة الelasticity إنه زي يمط ويرجع لحجمه الأصلي. طيب وين موجود؟ موجود في lung tissue، في خلايا lungs، وكمان vocal cords الأحبال الصوتية، ligaments between vertebra. هلأ في عنا الانترفيرتبرال ديسك اللي بيكون ما بين الفيرتبري، بيكون بيحتاج إنه يضل يعمل ستريتش، فعشان هيك نوع التشو اللي عنده elastic connective tissue. هذا كان كل إشي بالنسبة للconnective tissue. إن شاء الله يكون فاتكم الفيديو. إذا عندكم أي أسئلة اكتبوا لنا إياهم بالتعليقات.